سلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج البوصلة على قناتكم الشروق نيوز. سؤال يتكرر عديد المرات لدى المشاهد الكريم، خاصة حينما يقترب موعد المونديال أو دورات كروية، لماذا اللاعبون يأخذون أجورا أعلى من الأطباء والعلماء وحتى الرؤساء؟ هل يتحمل المجتمع مسؤولية هذا التفاوت في الأجور؟ هل هذا التفاوت في الأجور يشكل صدمة أخلاقية داخل المجتمع؟ هذه الأسئلة وأخرى مشاهدينا الكرام سنحاول الإجابة عنها مع البروفيسور نور الدين بكيس. مرحبا بك بروفيسور. أهلا وسهلا. طيب البداية، لماذا يطرح هذا السؤال؟ لماذا اللاعبون يأخذون أجورا أعلى من الأطباء من العلماء وحتى من الرؤساء؟ أولا مساء الخير لكل المشاهدين. أعتقد أن احنا الحصة تاعنا هي البوصلة. البوصلة نعني بها أن نحاولوا نصحوا المفاهيم. هذا مشكل مطروح بقوة ودائما يتكرر، وعادة يعبر على استياء كبير عند الناس عديدين، يعني مختلف الفئات تشتكي، تقول كيفاش هذا الجوار تاع البالون هذا ما قرا لا والو، ويدي مبالغ كبيره مقارنه بالناس حياتها كامله يتقرا وعندها مسؤوليات كبيره، وهذا يلعب برك. وبالتالي احنا هنا راح نحاولوا نجاوبوا اسكو صح ولا لا اسكو عندهم الحق، علاش هاد الحاجه، علاش هي تصرى. اعتقد انه من المفروض انه كل هاد النوع تاع الاسئله اللي مطروحه في المجتمع في عده مجالات، احيانا كاين بزاف فيها مسلمات الناس تعتقد انه حقيقه مطلقه، لكن كي نتناقشوا عليها ممكن يبانوا زوايا نعاودوا نديروا مراجعات، وهذا هو الهدف الاساسي. طيب بالاساس لماذا يتقاضى اللاعبون اجورا اغلى؟ لماذا هناك اجور متفاوته داخل ربما سوق العمل؟ خلينا ننطلقوا منطلق اقتصادي بحت، عمليا منطلق اقتصادي بحت. واش يقول؟ علاش واش الحاجه يتحدد الاجور؟ ماشي غير في البالون، في كل شيء. واش حاجه تحدد؟ من المفروض انه الجهد تاعك، القيمه تاعك، تبيعها، كي تبيعها واش تكون؟ لازم تكون مطلوبه. وكي تكون مطلوبه يكون التقييم تاع يشريو القيمه، الجهد تاعك، القيمه المضافه بناء على لا فيري ريال فالور ديالها. اي بمعنى القيمه الحقيقيه. دوك حنا معناتها تخضع لعده عوامل. ناخذ مثلا الوظيف العمومي، وظيف عمومي دايرين في الجريد سالير تاعهم، دايرين في الشبكه كيقيموا الناس من حيث المردوديه. من حيث المردوديه ما يدوهاش كاع الناس، من المفروض يدوها الناس اللي كانت عندهم مردوديه منيحه. باش يكون تقييم، باش يكون تفوت، باش الناس ما تدخلش كيف. مثلا يحكموا لي زيشلون باش تنتقل من درجه لدرجه. كاين ريتم تاع عامين ونص، كاين ريتم تاع ثلاث سنين، وكاين مده زمنيه تاع ثلاث سنين ونص. نورمالمون اللي يخدم منيح يطلعوا له لي شلون في عامين ونص. اللي ما خدمش منيح يطلعوا له في ثلاث سنين ونص، ويقدروا مام يعطلوا. يعني مع الاخر دائما لازم يتخدم ان سيستم، لو سيستم اللي يتخدم تتعطى فيه القيمه على حسب الجهد وقيمه الجهد. صافي سي تري امبورتون. معناتها كل دراهم اللي الناس تديهم من المفروض يعكسوا قيمه مضافه. طيب دكتور.